إذا هذه الوقفة كنظموها اليوم هي في إطار البرنامج ديالنا المستمر اللي هو دابا كل ثلاثاء نبقاو نظموا هذه الوقفة، وهي للتعبير عن إدانتنا للجرائم الصهيونية المستمرة منذ 41 يوم. 41 يوم من المجازر ضد الشعب الفلسطيني، ضد النساء، ضد الأطفال، ضد المرضى، ضد المستشفيات. الكيان الصهيوني المجرم أحدث دمارا في غزة، دمر كل شيء ينبض بالحياة، ومنع عن غزة الماء والدواء والوعود والهواء. هذا الكيان هو كيان مجرم انفضح، ولا أدل على ذلك هو حملة التضامن العالمية التي يشهدها العالم في جميع الأعراض للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الكيان الصهيوني. نعرف كذلك من التعبير عن إدانتنا للمنتظم الدولي الذي ضل ولعود يتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الذي يصمت ويتواطأ أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من أنظمة الغرب الاستعماري، تتواطأ وتشارك مع الكيان الصهيوني في الجرائم التي يرتكبها ضد الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والشيوخ. كذلك حضرنا هنا لنحتج ونطالب كل الدول المتبعة وضمنها النظام المغربي الرسمي بوقف كافة علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني وبإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط. كذلك حضرنا لنعبر عن مطالبتنا بوقف استهداف المدنيين واستهداف المستشفيات والأطباء وغيرها من المرافق المدنية. حضرنا كذلك لنعبر عن مطالبتنا بفتح معبر رفح أمام المساعدات للشعب الفلسطيني. هذه الوقفة كتنظمها الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع، دعم فلسطين لمناهضة التطبيع، في إطار برنامج نضالي يعني متعدد لكي يجي طبعا في إطار ما يعيشه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل، من إبادة جماعية، من جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية ومختلف أشكال الفضاعات اللي اليوم يعني هو عرضة ليه أمام يعني مرأة ومسمع العالم، وفي تجاهل تام لحكومات العالم، رغم أن شعوب العالم كلها يعني متضامنة مع الشعب الفلسطيني وتندد وتدين هذه الجرائم وتطالب حكومتها بالتدخل لوقف هذه المجزرة وهذه المجازر التي تقترف ضد الشعب الفلسطيني. رغم ذلك ما زال يعني التقتيل مستمر، ما زالت الجرائم مستمرة، آخرها ما تم في اقتحام مستشفى الشفاء وتنكيل بالجثث وسرقتها وغيرها من أشكال يعني الهمجية التي لم يسبق أن رأى العالم مثلها ولا أن عاشت الشعوب مثلها. ما يعيشه الشعب الفلسطيني غير مسبوق من همجية ومن بربرية ومن يعني جرائم حرب غير مسبوقة. العالم اليوم أمام مسؤولية كبيرة في توقيف هذه الفضاعات، توقيف هذه الحرب القادرة. هذا النظام الإرهابي الصهيوني الذي يقتل الشعب الفلسطيني يجب أن يتم توقيف هذه الجرائم. هذا هو المطلب الأساسي والأولي الذي اليوم كل شعوب العالم تطالب به. وأحيي طبعا كل هذه الشعوب التي انتفضت في وجه حكوماتها التي سندت الإجرام الصهيوني وطالبت بتغيير موقفها وبالتدخل من أجل وقف هذه الجرائم. وطبعا أحيي الشعب المغربي الذي لم يتوقف في مختلف مدن المغرب من الخروج إلى الساحات والتظاهر والاحتجاج ضد هذه الجرائم. وطبعا أيضا لا بد من إدانة هذا النظام المغربي المطبع الذي لم يخجل في أن يستمر في هذا التطبيع، بينما حكومات مختلفة في العالم تقطع علاقاتها مع هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان الغاشم، والنظام المغربي مستمر في علاقته مع هذا الكيان. فكل الإدانة لهذا النظام فأياديه ملطخة بدماء الأطفال والصبيان والنساء والشيوخ والمرضى الذين قتلوا واستشهدوا في غزة. فتحية أيضا لكل أحرار العالم الذين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، وكل إدانة للأنظمة يعني المتجبرة، الأنظمة المجرمة المساهمة في هذه الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.